أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية السعي إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير الأمريكي بصنعاء ماثيو تولر. وفي اللقاء تم مناقشة الأوضاع المستجدة الراهنة على الساحة السياسية وانعكاساتها الأمنية في اليمن وأمانة العاصمة على وجه الخصوص، وما قد تجره الأوضاع الراهنة من مخاطر حقيقية على الدولة والمجتمع. من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ووحدة اليمن والاستقرار في دعم ومساندة الجهود السياسية اليمنية للتوصل إلى حلول سلمية من شأنها تجاوز الأزمة الراهنة في اليمن وفقا لمضامين المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني.